لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الثلاث 17 إبريل، والنهاردة القمر موجود في برج الثور. عندنا كمان عطارد والشمس وأورانوس الثلاثة في الحمل، وعندنا فينوس في الثور، وعندنا المريخ وزحل وبلوتو الثلاثة في الجدي، ونبتون في الحوت، والمشتري بيتراجع في العقرب. وعندنا النهاردة حالة تنافر فلكي، القمر وفينوس اللي موجودين في الثور بيتنافروا مع المشتري اللي موجود في العقرب، والتنافر بيحصل عند درجة 20 و55 دقيقة من البرجين، من يعني من برج الثور ومن برج العقرب. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. الحمل عندهم القمر والكواكب، يعني فينوس كمان، في منزل المال، ومطلوب من مواليد الحمل النهاردة ان هم يتأنوا، لان في تنافر فلكي في منازل المال، اللي هو التنافر اللي قلنا عليه بيحصل في منازل المال بالنسبة للحمل. ومطلوب من الحمل ان هم يتأنوا جدا في الامور المالية عشان ما يخطئوش التقدير وما ياخدوش قرارات غلط. نروح بعد كده لبرج الثور. والثور عندهم القمر وفينوس في برجهم، يعني عندهم قمة التألق والسحر والجاذبية النهاردة. النهاردة مواليد الثور يقدروا يتفوقوا على نفسهم ويثبتوا وجودهم في أي مكان، عندهم حضور قوي جدا وهيلفتوا النظر ليهم، وخصوصا أنظار الجنس الآخر. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. الجوزاء النهاردة عندهم القمر في المنزل الـ12، ومواليد الجوزاء هيكونوا بيميلوا للعزلة شوية، ويعني اقول لهم انه مهم جدا ان انتوا تحافظوا على التماسك بتاعكم، مهم جدا تحافظوا على السرية والكتمان، تعملوا في صمت وما تعلنوش خططكم، وتجنبوا السهو بنفسكم. كمان مطلوب من مواليد الجوزاء يهتموا اكتر بصحتهم، لان في تنافر فلكي في منازل الصحة، فمهم جدا ان هم يعني ينظموا جهودهم وطاقتهم، لان طاقتهم ممكن تكون قليلة ويتعبوا بسرعة. نروح بعد كده لبرج السرطان. والسرطان عندهم القمر وفينوس الاثنين بيدعموهم جدا في منزل الاصدقاء، فعندهم حياة اجتماعية هايلة، هيكونوا كمان ملهمين بالأفكار الخلاقة، وممكن ده يدفعهم جدا للتقدم إن شاء الله. كمان مواليد السرطان النهاردة ممكن يلاقوا ناس تقف جنبهم وتساعدهم جدا. نروح بعد كده لبرج الأسد. والأسد عندهم للأسف الكوكبين القمر وفينوس الاثنين في وضع معاكس، كمان المشتري في وضع معاكس كده، يبقوا ثلاثة. وبالتالي مواليد الأسد مهم جدا، مواليد الأسد مهم جدا النهاردة ان هم يعني يجتهدوا، وان هم ياخدوا بالهم يحموا نفسهم عشان ما يتمسكش عليهم أخطاء، ما ينتظروش من حد انه يقف جنبهم، يحاولوا هم اللي يسمعوا حظهم بايديهم. نروح بعد كده لبرج العذراء. العذراء عندهم الحظ رائع، لان فينوس والقمر في منزل الحظ يقدروا يحققوا مكاسب مالية هايلة، ويعرفوا كمان يحصلوا على دعم الناس اللي بيحبوهم. كمان على المستوى العلاقات اشوف انه ممكن يكون في علاقات اجتماعية حلوة، وكمان لو عايزين يوطدوا علاقتهم بالجهات الاجنبية هيكون عندهم يوم مناسب جدا لتوطيد صلاتهم بالجهات الاجنبية، ويوم مناسب للتخطيط لسفر او لرحلة. نروح بعد كده لبرج الميزان. الميزان عندهم تنافر فلكي في منازل المال، ومواليد الميزان ممكن يكون عندهم النهاردة أفكار براقة جدا ومستقبلية حلوة، لكن مطلوب منهم ان هم يدرسوها كويس قوي قبل ما ينفذوها، وبلاش ينفذوها النهاردة علشان النهاردة في تنافر فلكي في منازل المال، فما يغامروش خالص على المستوى المالي. نروح بعد كده لبرج العقرب. العقرب عندهم
القمر وفينوس في مواجهة برجهم ده بيخليهم ممكن يبالغوا شوية في انفعالاتهم، فيحاولوا قد ما يقدروا ان هم يتحكموا في عصبيتهم عشان ما يضغطوش اكتر على اعصابهم. وخصوصا النصيحة دي يا ريت تتعامل مع شركاء الحياة ومع شركاء العمل، يحاولوا يكونوا اهدى ومرنين اكتر في التعامل معاهم. نروح بعد كده لبرج القوس. القوس عندهم تنافر فلكي في منازل الصحة، ومهم ان مواليد القوس النهاردة يهتموا اكتر بصحتهم، ياخدوا قسط وافر من الراحة، بس يعني ينتبهوا لسلامتهم كمان في الحركة، وان شاء الله اليوم يعدي بخير. نروح بعد كده لبرج الجدي. الجدي عندهم الوضع الفلكي حلو قوي، لان القمر في منزل الحب بيديهم يوم رائع على الصعيد العاطفي، يقدروا يقضوا اوقات حلوة مع الاحباب. كمان في الشغل ممكن ينجزوا رائع، عندهم حماس وطاقة، كل ده هيساعدهم على الانجاز. نروح بعد كده لبرج الدلو. الدلو للأسف عندهم القمر وفينوس معاكسين في منزل العيلة، ومطلوب من مواليد الدلو ان هم يتعاملوا بمرونة مع الأهل ومع القرايب، لأن الصلابة مش في صالحهم. كمان في الشغل مطلوب منهم عدم التذمر لو الأمور مشيت ببطء. تراجع المشتري في منزل العمل ممكن يخلي الدنيا أبطأ معاهم، فيحاولوا يصبروا أكتر ويكونوا عموما مرنين ولبقين. نروح بعد كده لبرج الحوت. الحوت عندهم النهاردة الحظ أفضل، فينوس والقمر بيدعموهم جدا في منزل العلاقات، هيكون عندهم لباقة ودبلوماسية، وكمان في الحب يعرفوا يعبروا حلوة قوي عن مشاعرهم، يقدروا يتعاملوا بلطف مع الزملاء ومع الأحباب ومع كل المحيطين بيهم إن شاء الله. وكده نبقى خلصنا الـ 12 برج النهاردة.